كنا وقفنا عند ايه؟ عند الـ aggregate functions. وليه ما بتشتغلش الـ aggregate functions لو انا عامل selection لحاجة غير الـ aggregate function؟ طبعا ده الحل بتاعه هيكون موجود دلوقتي. ده حل باستخدام الـ subqueries. طب هو ايه الـ subqueries؟ هو query بعمل sub query في اي close من ال closes بتاعه ال select statement. يعني انا ممكن في ال from ممكن يظهر عندي another query، ممكن في ال where يظهر عندي another query. طيب يعني هو طبعا I think ان هو مش هو هنا كان عايز اسم و الاسم والماكسيمم كاباسيتي، اسم الروم والماكسيمم كاباسيتي. طيب احنا هنا ده هيتعمل ازاي؟ هيتعمل كالآتي: select name والكاباسيتي from room، وبعد كده name like اللي هو ال CSI center، والكاباسيتي بتساوي، انا عايز الكاباسيتي تكون بتساوي الماكسيمم، يعني انا عايز الروم الكاباسيتي بتاعتها الماكسيمم. فهيعمل ايه؟ هيخلي الكاباسيتي equal، ويجي عامل ما بين قوسين كده another select يجيب بيها الماكسيمم. يبقى هنا هي select max capacity from room where name like كذا وبس. طب هو ايه الاكسكيوشن هيتم ازاي؟ الاكسكيوشن هيتم ان هو يروح يحسب السب كويري، فالسب كويري هيجيب value، الفاليو دي مثلا 500. بعد كده هيعمل ايه؟ هي اكسكيوت الكويري ده عادي جدا، فهيجيب النيم اللي النيم والكاباسيتي من الروم where النيم ايكوالز كذا and الكاباسيتي ايكوال 500. طبعا دي يعني هي فيها يعني خطر بسيط شوية، ان انا عندي السلكت ستيتمنت الاوتر في نيم لايك والانر في نيم لايك برضو. فطبعا لازم يعني انا اتاكد ان النيم ده هو النيم ده، علشان لو النيم ده غير النيم ده فانا مستني ريزلت مختلفه تماما. يعني مثلا لو انا شلت الوير دي من هنا فانا هجيب الماكسيمم. الماكسيمم ده ممكن يكون في اي روم غير بتوع الايه الكمبيوتر ساينس او الساينس سنتر، فانا كده هجيب ريزلت مختلفه، وهكذا برضو لو شلت دي من هنا. فانيويز يعني انت كيرفولي بقى هتمينتين في الكيس دي بس ان النيم يكون في الاوتر والانر كويريز واحد. طيب السب كويريز لو انا عايز اقارن بقى مع ست، يعني عايز مثلا نشوف الايشو ايه ومنها هنعرف السب كويريز والست كومباريزون. لو هو عايز all students who are not enrolled in الكورس ده، عايز كل الـ students اللي مش enrolled في الكورس ده، فهو طبعا الموضوع بسيط. هو عايز أسماء الـ students اللي مش enrolled، فأنا هعمل إيه؟ أنا هسلكت من هنا sorry أنا هسلكت الـ students هنا بحيث إنهم ما يكونوش موجودين هنا. فهيعمل ايه؟ هيعمل sub query. السب كويري هيجيب بيه ال students اللي enrolled في الكورس اللي اسمه ده. هيبقى عندي ال two students دول، يبقى انا ال select ده هيجيب لي ال two students دول. وانا هعمل ايه؟ انا هروح اسلكت من هنا من ال students كل الـ students بحيث ان الـ ID بتاعهم مش موجود في الـ result بتاعت الـ subquery. فالموضوع simply خالص، ده الـ subquery هيتعمل له execution. في الأول هيجيب لي الـ two IDs دول، وبعد كده هيروح يـ execute الـ query ده where ان الـ ID not in دول، فهيجيب لي التلاتة دول، هيجيب لي باقي الـ students اللي هم لونهم أزرق. يبقى أول حاجة عندي في الـ comparison أو إن أنا أشوف كولوم معين الممبرشيب بتاعته في سات ايه، اول حاجه نوت ان تمام او ان، احنا ممكن يبقى ان او نوت ان. طيب بعد كده
ممكن الكومباريزن تكون مع الست all أو some. طيب فall دي هتعمل إيه؟ هتتأكد إن الكويري أو الكولوم ده الفاليو بتاعته أكبر من كل الفاليوز اللي موجودة في السب كويري. طيب إيه الإكزامبل؟ find room rooms larger than rooms in server hall. فأنا هعمل إيه؟ هجيب الرومز بتاعت السيرفر هول، هجيب ايه؟ هجيب الكاباسيتي بتاعتهم، يبقى select capacity from room where name like server percentage. وبعد كده ده الانر كويري. الاوتر كويري هات لي بقى من الروم النيم والكاباسيتي، وير الكاباسيتي greater than all، اكبر من كل القيم اللي موجوده في السات دي. طيب تمام. طب لو عايز اكبر من any، يعني أكبر من أي value منهم، في أكبر أو greater than some، الـ sum operator هيجيب لي هنا rooms larger than at least one room in server room. طيب فخلاص، يعني I think in all و some موضوع بسيط. طيب لو أنا عايز نرجع بقى للمشكلة اللي احنا كنا اللي احنا عملنا work around علشان نحلها. لو انا عايز اضيف multiple columns مع في selection مع aggregate functions، وقتها لازم نستخدم الجروب باي. الجروب باي وبديله هنا اي column هيظهر معايا في select clause مع aggregate function لازم يكون موجود في الجروب باي. طيب تعال نشوف مثال. هنا عايز ال enrollment في كل كورس، عايز من ال enrollment عايز احسب لكل كورس عدد الايه، عدد الناس اللي مسجله فيه. فالموضوع ببساطه خالص، وطبعا عايز اسم الكورس وال enrollment بتاعته. فانا هعمل ايه؟ هسلكت الكاونت استرسك وطبعا النيم فروم انرولد، وبما ان ده ظهر هنا مع الاجريجيت فانكشن يبقى لازم اضيفه في جروب باي. طب ايه هيعمل ايه؟ هو هي جروب باي الكورس نيم. طبعا احنا اتفقنا ان البروجكشن ده بيتم اخر حاجه، يبقى اول حاجه هيعمل ايه؟ هيعمل grouping by the course name. يبقى ده كورس 2 3 كده عمل لهم grouping. وبعد كده عايز ايه بقى؟ select ايه من الجروبس دي؟ عايز select الcourse name والcount بتاعته. الcourse name والcount 2، الcourse name والcount 1 وبس. يعني ده الايه الجروب باي. فالجروب باي I think ان الموضوع مفيهوش مشاكل يعني. طيب لو انا عايز اعمل كونديشن على الاجريجيت فانكشنز، الكونديشنز على الاجريجيت فانكشن سمبلي ما ينفعش تبقى في الوير كلوز، لا هي بتكون بس عن طريق الكلوز اللي اسمه هافينج. وهافينج ده بحط فيه الاجريجيت فانكشن ان ذا كونديشن. يعني حتى ايفن ما ينفعش اعمل لها اليس هنا وريفيل لي. تمام. فهنا مثلا عايز ال enrollments of courses with at least two students. ال count هيكون أكبر من أو يساوي 2، يعني أو أكبر من 1. فده هعمله إزاي؟ طبعا هنسلكت الكورس والcount ونجروب باي الكورس، وبعد كده having ال count asterisk اللي ال aggregate function أكبر من. وخلي بالك ان ال where close ده انا بعمل له او بيتعمل له apply قبل الجروبينج. يعني لو انا في عندي where، لا قبل ما اعمل جروبينج بي apply ال where close. لكن ال having، لا ال having ده انا بعمل له apply بعد ما عمل جروبينج. يعني اللي حصل هنا ايه؟ وعمل grouping وعمل الكاونت وكل حاجة، وبعد كده هيعمل ايه؟
having count أكبر من واحد فهيعمل drop لآخر كورس ده. دي نوت مهمة جدا. طب هل ينفع يبقى في عندي where؟ طبعا ينفع بس نخلي بالنا من الاوردر بتاع الاكسكيوشن بتاع. طيب نيجي بعد كده للسورتنج بتاع الريزلت سيت. السورتنج بيتم عن طريق الاوردر باي كلوز، وبدي هنا اسماء الكولومز اللي اعمل بيهم اوردر، وطبعا هما مش لازم يكونوا موجودين في السيلكت خالص يعني. فده اول حاجه انها مش لازم تكون موجوده في السيلكت، يعني اي كولوم موجود في الريليشنز او التابلز انا بسلكتها او سلكت منها. الحاجه الثانيه الاوردر بتاع السورتنج بيكون اسندنج. اسندنج يعني تصاعدي من الصغير للكبير. فمثلا هنا هي سلكت النيم والكاباسيتي فروم روم، والكاباسيتي اكبر من 100 واوردر باي الكاباسيتي، فهتلاقي الكاباسيتي 500 500 وهكذا. طيب ده السورتنج. لو عايز بقى انت تسورت بمالتيبل كولومز ما فيش مشكله، اوردر باي وحط مالتيبل كولومز كوما سيبريتد. عايز تخليه ديسندنج، لا اكتب ديسندنج انت بقى، يعني انت هتكتب ديسندنج اكسبلسيتلي. طيب تعال نشوف المثال ده. سيلكت النيم وكاباسيتي هو واوردر باي الكاباسيتي ديسندنج وبعد كده النيم. فالكاباسيتي ديسندنج اهو 1000 وبعد كده 500 وبعد كده 500. طيب لو في حاجتين ليهم نفس الكاباسيتي زي الكيس دي اعمل لهم اوردر باي نيم. طب الاوردر بتاع باي نيم ايه؟ التايب بتاعه اسندنج ولا ديسندنج؟ لا هو اسندنج، عشان كده هتلاقي هو الفابيتيكلي بقى هو بيسورت الاي وبعد كده الاس. ده كده بالنسبه للسورتنج. نيجي بعد كده للجوينينج او الاوتر جوين. يعني احنا متفقين ان احنا بنحول الريليشنال الجبرا بس للسيكوال كويريز. فهنا عايز الاي ديز والميجر بتاع كل ستودنت اللي انرولد في كورس انكلودنج اللي مش انرولد ان ميجر. يبقى انا عايز أجوين الـ enrolled مع الـ measure. فرعايز كل الـ IDs والـ measure بتاع كل الـ students. يبقى الـ IDs والـ measure أو خلينا نقول دول الـ ID والـ measure ممكن يجوا من هنا، واللي هم enrolled يعني اللي ليهم reference هنا، وكمان هات لي الـ students اللي ما لهمش measure يعني اللي موجود في الـ enrolled وما لهمش measure. فالموضوع واضح جدا ان ده expression enrolled left outer join مع measure n وبس، وهعمل projection. وده طبعا من غير ما احط اي حاجة هنا، هو هيعمل natural join بال student id وبس. الموضوع simple جدا ازاي حق. وطبعا في الاخر عامل projection لل name وال id named department name وال id. طب نحاول ده ازاي ل SQL query؟ فانا هكتب كالاتي select distinct enrollment علشان ممكن يكون هو موجود في اكتر من enrollment بس. طيب enrolled student ID و department name دول اللي أنا محتاجهم. from enrolled left outer join left outer join ال A ال measure N وبعد كده ال condition بتاع ال joining أنا بكتبه on وحط ال condition. يبقى left outer join بيكتب left outer join on left outer join وبكتب له الكونديشن بعد كلمة on. وخلي بالك ان on ده انا بكتب بس الجوينينج كونديشن، ايه الكونديشن اللي هربط بيه ما بين التو تيبلز. يعني لو في عندك extra conditions لا حط where close بقى عادي جدا زي ما هنشوف يعني مش دلوقتي. طيب هو ده هيتعمل له execution ازاي؟ لا الموضوع simple خالص. يعني لو انا عايز اشوف ده الستيبس بتاعته هتتم ازاي، فهو هيعمل ايه؟ هيعمل اول حاجة cartesian product ما بين enrolled والmeasure n. هيعمل cartesian product ده طبعا خلاص الشكل ده احنا بقينا متعودين عليه. الخطوة اللي بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل الjoining condition. الjoining condition left outer join on
وهيجيب الكونديشن بتاعي اللي هو ال enrolled student ID equals major earnest student ID، فهيكون دي الريزلت بتاعته. بعد كده هيعمل ايه؟ احنا بنقول left outer join، فهيجيب التوبلز اللي موجودة في اللفت ومش موجودة في الرايت، هيكون هيحطها اهو. والخطوة اللي بعد كده هيجي يحط قصادها في الرايت نولز. الخطوة الأخيرة هي apply الايه الdistinct بقى ولا whatever انت عامل projection ايه. بس ده الموضوع. ف الكورس اللي انا هختاره عن طريق ايه؟ عن طريق ورك كلوز. ليه؟ لان احنا قلنا ما ينفعش ان انا احط هنا اي كونديشن غير الجوينينج كونديشن في الاون كلوز. ده كده بالنسبه للليفت اوتر جوين والاون كلوز. لو عايز بقى تزود تيبلز تانية ما فيش اي مشكله خالص. يعني هو هنا مثلا عايز لنفس الكويري اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، عايز بس اسم الستودنت كمان، فاسم الستودنت موجود في تيبل الستودنت، فهو هيعمل ايه؟ هيزود from student وبعد كده ال enrolled left outer join major احنا عايزين نزود ريليشن. الريليشن اللي انت هتزودها الموضوع ببساطة خالص، هتعمل ايه؟ هتزود التابل وهتزود الجوينينج كونديشن وهتزود الكولوم اللي انت عايزه، فما فيش اي حاجة جديدة خالص. طيب نكست. لو انا عايز بقى استخدم او نظهر السب كويريز في مكان تاني زي مثلا الايه الفروم، يعني ممكن اعمل selection مش من table، لا انا هselect from subquery. subquery هيكون في الفروم. يعني مثلا هنا عايز ال average enrollment في computer science. احنا من شوية كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين ال course و count ال enrollment فيه. طب لو انا عايز احسب بقى ال average في ال courses اللي بتبتدي ب CS، فانا هعمل ايه؟ انا هselect من هنا direct. انا سيلكت من السبكويري، يبقى انا هسيلكت فروم السبكويري. سبكويري في ايه؟ في كورس نيم وكاونت از كاونت استرسك از كاونت، فانا هسيلكت افريج كاونت وهعمل وير كلوز وير الكورس نيم اللي هو الكولوم ده لايك سي اس برسنتج. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان هو
هي execute ال inner query ده، هيجيب لي relation. relation دي هيعمل عليها ايه؟ هيعمل عليها ال where، وبعد كده هي count ال ايه ال average. الموضوع يعني straightforward برضو still. طيب اخيرا بقى هناخد او هنعدي كده سريعا على مجموعة ال DDL أو ال Data Definition Language Queries، مش Query، هي Statement. ال Statements اللي بكريت بيها ال Objects بتاعتي. فأنا عندي أول Statement اللي بعمل Creation بيه لل Table، فهو بيتكتب كالآتي: Create Table، وهنا اسم Relation، وبعد كده كل Attribute اسمه وال Data Type بتاعته. يبقى أنا لو أنا عايز أعمل Table اسمه Student في ID، والديتا تايب بتاعت الـ ID هو character of 8 characters، والname variable character 30، هنقول ده دلوقتي ايه وبس. ده يكتب ازاي؟ كتب زي ما انت شايف. يبقى انا بكتب create table، وبعد كده اسمه ايه، اسم التابل، وما بين قوسين بحط كل column والديتا تايب بتاعته. هنا create table room ID data type name data type capacity data type. يبقى أنت محتاج تعرف إيه؟ محتاج تعرف ال data types. ال data types هو الموضوع بقى بيتغير من DBMS للتانية، بس الحاجات اللي هي ال standard اللي احنا دايما بنشتغل بيها اللي هي ال integer، وده integral values. وال integer في أي language almost هو 4 bytes، ودي ال values بتاعته، ده الرينج بتاعه. وبعد كده عندي ال character of n زي ما احنا شفناه حالا. character يبقى هنا ال student ال id مثلا 8 characters char. char او ال character ده هو fixed length character. يعني ايه؟ يعني انت ال length بتاعه 8. لو انت حطيت مثلا 1، فهو هيبقى جنبه 7 spaces، 7 spaces، والواحد ده هيبقى هو الثامن. ماشي، fixed length، length بتاعه ثابت كده كده، بياخد السايز ده في الستوريج، وبعد كده لما بيلود في الميموري بياخد نفس السايز ده. لكن عندنا الـ variable character، variable character ده واضح من اسمه ان هو بيبقى ليه upper value. فانا بقول variable character n، فهو الماكسيمم بتاعه هو ده، لكن انت بتديله value بتاخد الايه السبيس اللي انت مديه. يعني انا مثلا هنا النيم 30، فلو انا قلت الروم مثلا سي اس اي، فهي هتاخد ايه على في الاستورج او على الهارد ديسك؟ هتاخد 3 كاركترز بس، والماكسيمم بتاعها 30، غير الكاركتر ده كده كده هياخد الاربع كاركترز لان هو فيكسد سايز. طبعا عندنا بعد كده بقى ايه النمبر والنيوميريك والديتا. انا يعني اللي احنا يعني بنهتم بيه عاده هو الانتجر والفاريبل والفيكسد كاركترز والديت تايم. ده طبعا بي ريبريزنت الديت، وده الديفولت فورمات بتاعته الير، وبعد كده المونث، وبعد كده الداي نمبر يكونوا داش سيبريتد. زي مثلا النهارده يبقى 2023 داش او 04 داش 09 اللي هو يبقى 9 وهكذا. طيب التايم هو بيريبريزنت التايم، والفاليو بتاعته الديفولت فورمات بتاعته بتكون كده HHMMSS، يعني الساعة دلوقتي 12:20 دقيقة، وبعد كده كام ثانية. طيب اوكي، طبعا في عندنا ديت تايم، في ديتا تايبس كتير، بس احنا يهمنا الايه الحاجات البريمتيفز، لان انت كل ما هتتغير الديتا بيز مانجمنت سيستم هتلاقي في ديتا تايبس مختلفه موجوده، بس الحاجات البريمتيفز او اللي هو السيكوال 92 ستاندرد كل الدي بي ام اس از اولموست بت سبورتد. طيب اوكي، ده الفرق ما بين الكاركتر والفيكسد والفاريبل لسه احنا تقريبا قلناه. هنا بقى بيدي اكزامبلز على السيكولات، احنا مش هنبص عليه خالص. السترينج كومباريزن برضو، يعني لو انت عندك تكست فاليو وبيقول لك لما بتيجي تقارن السبيسز، اسف، السترينجز دي مع بعضها
الكومباريزن بتتم ازاي؟ يعني في دي بي ام اسز دي بي ام اسز مثلا الكومباريزن بتكون كيس سنستو، في دي بي ام اسز بتكون كيس ان سنستو. يعني مثلا اي بي سي كابيتال ايكوالز سمول، ده كونديشن هو. فهل هو ترو ولا فولس؟ لا، هو في داتابيز هتقول لك ترو، داتابيز هتقول لك فولس اكوردنجلي الامبلمنتيشن بتاعتها، تمام. فده يعني سبيشال كيسز اكوردنجلي للدي بي ام اس. طيب نيجي بعد كده بقى للايه، للكونديشنز اللي بتكون موجوده، مش الكونديشنز اسف، الكونسترينز اللي بتكون موجوده على التيبلز. وانا بكريت تيبل، انا كل تيبل بيكون ليه برايمري كي، برايمري كي بيكون، اعتقد احنا اتفقنا قبل كده بقى ان هو البرايمري كي ده بيكون يونيك ونوت نل. فازاي وانا بكريت او انا بعمل الدي دي ال statement بقول له على ال constraint ده، بعمل ده ازاي؟ اهو create table enrolled، وبعد كده ال column data type، column data type. بعد ما تخلص ال column data types كلها قول له primary key، وما بين قوسين اديله اسماء ال columns اللي هي هتكون primary key. يعني هنا مثلا عنده ال student id وال course name، الاتنين مع بعض primary key، ده الكومبوزيت كي، فالاتنين مع بعض البرايمري كي. طيب تمام، ده كده البرايمري كي. طب لو هو كولوم واحد خلاص، يبقى هتقول له برايمري كي واحد بس. طيب تمام، في عندنا طبعا هنا بيقول لك البرايمري كي ان هو can never have null value، هو not null، وفي نفس الوقت ما ينفعش يتكرر خالص، it's unique. طيب في عندنا بقى كونسترين يونيك. اليونيك كونسترين يعني ايه؟ يعني مجموعة ال values بتاعة ال columns اللي في ال constraint ده ما ينفعش تتكرر خالص، تمام؟ زي ايه؟ زي مثلا اهو create table course، course اديله name primary key، ويبقى دي طريقة تانية، طريقة تانية ان انت تspecify او تقول ال primary key، يا اما تخليه في statement لوحده بعد اسماء ال data types واسماء ال columns، ممكن تقول له ال primary key وتقول له ال primary keys، او لو هو column واحد يا اما تعمله كده، يا اما تيجي بعد ال definition بتاعه ال column وتقول له space primary key، بعد كده ال start time in time وال data type بتاعتهم time اللي احنا قايلينه من شويه. طيب اخيرا عمل كوما، كتب يونيك، وما بين قوسين بقى اسماء الكولومز اللي مع بعض يونيك، يعني الروم اي دي والستارت والانت ما ينفعش يتكرروا في الكورس تيبل خالص. طيب ممكن يكون نل، ممكن يكون نل، بس ما ينفعش يكون لي فاليوز والفاليوز دي متكرره. طيب ممكن الكونسترين اللي بعد كده اللي هو النوت نل، نوت نل عادي اي كولوم، وانا بعد ما بادي البروبرتيز بتاعته الاسم و الديتا تايب هقول له نوت نل، يعني ما ينفعش ادي له نل فاليو. بعد كده نيجي للنوع بقى اللي هو فيه كلام، اللي هو الريفرنشال كونسترين، يعني كولوم هو برايمري كي في تيبل وفورين كي في تيبل تاني. يعني مثلا ميجر ان، ميجر ان هو في تو كولومز اللي هو الستودنت اي دي والديبارتمنت نيم، فالستودنت اي دي هو عباره عن برايمري كي، او هو برايمري كي في التيبل اللي اسمه ستودنت. يبقى انا عندي الستودنت في ستودنت اي دي والديبارتمنت في ديبارتمنت نيم واوفيس وهكذا، الاثنين دول علشان ما اقعدش اكرر الداتا، فانا بعمل ايه؟ انا باخد الستودنت اي دي وبقول ان هو ميجر ان الديبارتمنت ده، فالفاليو دي هي عباره عن فورين كي، هي برايمري كي في التيبل بتاعها لكن هي عندي فورين، فورين يعني اجنبي. طيب بدي الكونسترينز دي ازاي؟ برضو نفس الكلام، بعد ما بحط الكولومز سبيكس بقول له فورين كي، وبدي له اسم اللوكال كولوم، اللوكال كولوم عندي هنا كولوم اسمه ستودنت اي دي، فانا بقول له ده هو فورين كي عندي. ريفرنسز
references ايه بقى؟ هو بيرفير لايه؟ بيرفير للستودنت تيبل والكولوم اللي اسمه اي دي اللي هو هناك برايمري كي. نفس الكلام الكوما اهي فورين كي ديبارتمنت نيم. ديبارتمنت نيم ده references ايه؟ references الديبارتمنت ما بين قوسين نيم. طيب ايه بقى الكونسترينز اللي على الفورين كي؟ اول حاجه ان الفاليو اللي هتكون موجوده هنا لازم تكون موجوده هناك. انا حطيت هنا الرقم ده. الرقم ده هو ايه؟ هو student id، بس انا بقوله ده reference، هو reference من التيبل ده، فما ينفعش احط فاليو في للفورين كي ما تكونش موجوده هنا as primary key. ماشي. والحاجه الثانيه لازم يكون موجود primary key يعني. طيب هل ينفع يبقى null؟ اه ينفع يبقى null، ما فيش اي مشكله خالص يعني. ممكن ما يبقاش في عندي ديبارتمنت، اي ثينك ان احنا شفنا ده، مش عارف يعني. بس هو anyways هو يمكن هنا علشان الاثنين دول مع بعض برايمري كي فما شفناش الكيس دي. بس عموما الفورين كي ممكن يكون null، بس لو ليه فاليو الفاليو دي لازم يكون ليها ريفرنس. بعد كده دروبنج التيبل، لو انا عايز بقى اتخلص من التيبل ده انا مش محتاجه، فانا بكتب دروب تيبل وبديله اسمه، بديله اسم التيبل، فكده اتعمل له دروبنج. طيب بعد كده لو عايز بقى اعمل انسرت الداتا، احنا عملنا سيلكت وعملنا كريت ال DML. بعد كده ال Data Manipulation بقى ال DML Data Manipulation Language فيها ال Select. خلاص عايزين بقى نعمل Insert لل Data اللي عاملين نعمل لها Select دي، فال Insert Statement بيكون Insert Into وبعد كده اسم Relation وبعد كده ال إيه في ال Values Close وديله ال Values. طيب نركز بقى Insert Into Measure N Values. طيب بديله الفاليوز حسب الداتا تايب بتاعها ما بين القوسين دول، فدول سترينجز فمحطوطين او تكست فمحطوطين بالشكل ده. طيب هو الترتيب بتاعهم ايه؟ الترتيب بتاعهم حسب الكرييشن بقى يعني. وانا بكرييت فانا كنت بقول له كرييت تيبل ميجر ان وقلت له الستودنت اي دي وبعد كده ديبارتمنت نيم، فنفس الكلام وانا بدي فاليوز فانا هدي ال student ID وبعد كده ال department name. طب هل ينفع اديله بقى اسماء الكولومز؟ اه طبعا ممكن تريح دماغك وتقول له insert into اسم التيبل وتدي له اسماء الكولومز وتدي الداتا بالترتيب ده. يعني هو هنا عكس، فانا قلت insert into major and department name وبعد كده student ID وهنا الفاليوز بتاعته حطها بنفس الايه الترتيب اللي انت مديه. طيب ده كده الانسرت. لو عايز ديليت داتا من تيبل فالديليت ستيتمنت ديليت فروم تيبل وبعد كده كونديشن بديله البريديكيت بعد الوير. فلما انا هقول له هنا ديليت فروم ستودنت وير الاي دي ايكوالز كذا، فكده هيروح يدلت كل الداتا او هيدلت الرو بتاع الستودنت ده. طبعا لو في ليه ريفرنس بقى از ا فورين كي طبعا هيدي لك ايرور. ليه؟ لان انت مثلا الستودنت ده لي انرولمنت او لي ميجر ان في فورين كي، فهو مش هيدلت. هتيجي ديليت الستودنت هنا هيدي لك ايرور. ليه؟ علشان لي ريفرنس في انذر تيبل. طب هل الموضوع ليه حل؟ اه طبعا ليه حل. احنا واحنا بنكريت الفورين كي ده بقول له وانا بديليت بقى هعمل كاسكيد ولا ايه؟ لو انا قلت له كاسكيد فيروح يدلت الريفرنسز كلها او على كل ريفرنس بقى على حسب يعني وانا بكريت انا برضو عشان الناس ايه ما تدوش مني. هنا انا هنا عملت كونسترين اهو فورين كي كذا. انا هنا بس بسبيسيفاي بقى اون ديليت ايه، يعني لو انا قلت له مثلا هنا اون ديليت كاسكيد، فهو لما يروح يديليت النيم او الديبارتمنت بالاسم ده هيجي كاسكيد ويديليت الرو ده كمان. تمام. بس فده قصه الايه